بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. حقيقة اليوم راح نحكي عن فايلم بلاتيهلمنثس. هذا الفايلم اللي بحكي عن اللي هي بعض أنواع الديدان اللي هي المسطحة. They exhibit bilateral symmetry, anterior and posterior end are different. So are the dorsal top and ventral bottom surfaces. شو معنى هذا الكلام؟ إنه هاي الكائنات الحية بتحتوي على تماثل جانبي. تماثل الجانب اللي حكينا عنه في المرات السابقة إنه لازم يكون الحيوان إذا وضع خط وهمي في وسط الحيوان يجب أن يكون الجهة اليمنى مرآة للجهة اليسرى. من هون منقول إنه البايلاترال سيمتري من أول الكائنات الحية اللي هي البلاتيهلمنثس. الشغلة الثانية وجدنا إنه في عندها anterior and posterior end، وهي موجودة في هالشكل هذا. لو جينا كبرناها راح نشوف انه في عندنا هون anterior وفي هون عندنا اللي هو posterior. كذلك الاورينتيشن او الجهات المختلفة سواء كانت الدورسال او الفنترال او ما تسمى بالمنطقة الظهرية والمنطقة البطنية. اذا هذا النوع الاول من الحيوانات اللي ظهر وصار في عنده اشي اسمه اللي هي الاورينتيشن او الاتجاهات سواء كانت الامامية أو كانت الخلفية. البلاتيهلمنثس في عندها إشي اسمه السيفيلايزيشن. السيفيلايزيشن هذا اللي هو المقدمة أو ما تسمى المنطقة الرأسية. السيفيلايزيشن ترأس، وهذا ممتاز فيه الحيوانات بأنه الأعضاء الحساسة تتركز في منطقة الرأس. فالبلاتيهلمنثس أو الفلات فورمز مثل ما تسمى من أولى الكائنات الحية اللي تركزت فيها الأعضاء الحساسة مثل الآي سبوتس، مثل سميلينج، مثل البرين، مثل الجانجليا، كلها في المنطقة الأمامية. لذلك صار في عندنا degree of civilization commonly referred to as flat bone، لأنه صار في عندها إشي اسمه dorso ventrally flattened. لما بنحكي هذا الحيوانات asolomate it means that there are solid bodies. solid bodies إنه ما في تجويف بين الأمعاء وبين الجلد، ما في تجويف بين الأمعاء وبين الجلد، لذلك نسميها إيسولوميت. إذا بتتذكروا كان في عندنا إشي اسمه الفرق بين الكائنات الحية المختلفة بوجود سيلوم أو عدم وجوده أو وجوده بشكل كاذب. فهاي الحيوانات اللي عندنا اليوم أو الديدان تحتوي على منطقة أو لا تحتوي على التجويف، لذلك بسموها إيسولوميت. لما كنا نقول إنه الطبقات الأولى اللي بتكون منها الحيوان كان في عندنا 3 جيم لايرز. هذول مهمين كثير، هم اللي بيعطوا الحيوان الأعضاء المختلفة. لذلك إذا الحيوان بيبدأ من 3 طبقات نسميه تريبلو بلاستيك، بمعنى آخر إنه كانت هذيك الحيوانات طبقتين 2 جيم لاير. 2 جيم لاير اللي هو الإكتوديرم والإندوديرم. هون ظهرت طبقة وسطى سميناها الميزودير. third germ layer gives rise to muscles, various organ system and parenchyma, form of solid tissue containing cells and fibers. بمعنى انه صارت العضلات تظهر في منطقة الميزوديرم لهاي الحيوانات، لذلك various organ systems من البارينكيما تعطينا solid tissues واللي ممكن تكون خلايا وفايبرز وانواع من العينه من العضلات. اذا لما بقول لك الفلات وومز او البلاتيهلمنثس هل هي تريبل بلاستيك او ديبلو بلاستيك؟ اذا كانت 3 لايرز نسميها تريبل بلاستيك، اذا 2 لاير نسميها ديبلو بلاستيك. لاحظوا هاي الصوره بتبين التجويف اللي هو المعدوم ليس موجودا، هو التجويف اللي ما بين اللي هي الامعاء او المعي الجات وما بين الاوتسايد، بمعنى انه اسيلوميت. اضافه لذلك انه صار في 3 جيم لايرز اكتوديرم اندوديرم اند ميزوديرم. الفلات وومز رجع احكي لنا مره ثانيه نو بودي كافيتي، مثل ما حكينا قبل شويه انه السمولست فري ليفينج فورم مي ايفن لاك that like an anus the same pharyngeal opening both takes in food and expel waste. شغله مهمه كثير هون انه هذا الحيوان لا يحتوي على anus، وانما ال pharyngeal opening both takes الفود والاكسبل ويست.
شو الويست؟ المقصود فيه انه له القدره على اعطاء الفضلات وتناول الطعام من نفس الفتحه الاماميه اللي هي الفارينجل اوبننج. Because of the lack of any other body cavity in the large flat womb, that gut is often very highly branched. الجت الامعاء الموجوده فيها بتكون متفرعه داخل الجسم. مشان شو تعمل؟ مشان تنقل الطعام لكل اجزاء الجسم. اذا شو فائده التفرع الامعاء الموجوده داخل اللي هي هذا النوع من الحيوانات؟ التفرع مشان يعمل اللي هي transporting of the food. The lack of the cavity also constrains flatworms to be flat. مشان هيك هي بتكون مسطحه تماما لانه بتزيد من مساحه السطح المعرض للهواء، مشان هيك بصير في عندها diffusion. لما تكون معرضة أو بتكون مسطحة هاي الحيوانات بتكون الخلايا قريبة من بعضها، لذلك بصير في عندنا إشي اسمه انتشار المواد الغذائية بصورة مباشرة لجميع أجزاء اللي هو الحيوان. إذا من هذا السلايد بدي تعرفوا شغلتين مهمات كثير، إنه هذا الحيوان يحتوي على فتحة واحدة للأكل ونفس الوقت لإخراج الإكسبيل أوف ويست، لإفراج أو التخلص من الفضلات، إضافة لأنه هذا الحيوان يحتوي على أمعاء متفرعة إكسبيل بسموها الجت. هذا الجت بيكون برانشت حتى انه ترانسبورت اوف ذا فود تو اول بارت اوف ذا بودي. والديفيوجن او ريسباير عمليه التنفس بصير عن طريق اللي هو الديفيوجن، لانه اصلا خلاياها متقاربه مع بعضها اللي هو نو سيلز كان بي تو فار فروم اوتسايد، لانها زي الشفره هاي اللي هي الحيوانات. لو جينا شفنا الاوتر بودي كفرنج، البودي اوف ذا سم اوف لاتيرال مانثس Terbellarians is covered by ciliated epidermis. إذا بمعنى إنه the body of the some plateal manthus نوع من أنواع اللي هي الديدان المسطحة هاي أو المفلطحة is covered by ciliated epidermis. Ciliated epidermis لما نقول ciliated معناته مهدب، اللي هي الطبقة الخارجية المهدبة. Epidermis cells contain rod-shaped structure called rhabdids. لاحظوا هون هذا مقطع من تركيب او من اللي هو الكائن الحي، الستركتشر تبع الجسم. لاحظ في عندنا هنا اللي هو النيوكليوس اضافه للميتوكوندريون، المهم هاي كلياتها بسموها البارينكيما، بارينكيمال سيلز. هون في عندنا مسل سيلز بيطلع منها سبانز، اشواك كاية. هاي الاشواك ديستلز سيتوبلازم مشان تعمل شيء اسمه اللي هو الرابديتس. الرابديتس الرود شيبد زي العصويات الموجودة على هاي الحيوانات، وإضافة لأنه فيها اللي هي الجلد المهدب. الرابدس that when released into surrounding water expand and form protective mucus coat around the animals. هذول الحيوانات لازم تكون رطبة أجسامهم، لذلك الرابدس هذا ممكن يعطي مادة مخاطية لهالحيوان يحافظ على نعومة الجسم وعلى ليونته ورطوبته. الأوتر بادي covering other platyhelminthes مثل parasitic form in non-ciliated. في نوع من أنواع هاي الديدان بتكون parasitic. شو معنى parasitic؟ يعني parasitic اللي هو الكائن المتطفل، يعني في بعض أنواع من هاي الديدان لها القدرة على أنها تتطفل، فبالتالي ما بيكون جسمها فيه tegument، non-ciliated tegument. The tegument is referred to as cylindrical أو syncytial epitheliums. هذول النوع من الديدان اللي بتكون متطفلة وبتسبب الأمراض بيكون في عندها tegument يعني زي الجلد مشان تحافظ على نفسها من إفرازات اللي هي المواد الهاضمة للعائل اللي بتدخل إلى داخله. إذا من هذا السلايد بدنا نعرف إنه شو معنى الرابديتس ونعرف شو tegument، شو الفرق بين الديدان المتطفلة والديدان العادية. الديدان العادية فيها سيليتد إبيديرس، بينما الديدان المتطفلة الباراسيتك بالذات بتكون فيها نان سيليتد، ما فيش إلها أهداب، فيها تيجومنت. الربدت وظيفته أنه يعطي released into surrounding water، يفرز إلى المنطقة الخارجية وإكسباند and form protective mucus coat around the animals، بيساوينا زي عازل لهذا الحيوان من مادة مخاطية. لو اخذنا كروس سكشن، لاحظوا عندنا بهالكروس سكشن هون
بيبين انه في عندنا هاي الرابدتس، شايفين هاي الخلايا اللي بتنتج المخاط اللي بيحافظ على جسمه. إضافة في عندنا جلاند سيلز، في عندنا إبيديرمس، في عندنا سيركولار مسل، في عندنا فارينجل، في عندنا فارينجل كافيتي and كولومنر إبيثيليومز. لاحظ في عندنا بارينكيمال مسلز and لونجتيدينال مسلز. شوفوا هاي الخلايا الصغيرة أو اللي هي البروجكشن صغير اللي هو السيليا. في عندنا نيرف كورد، في عندنا فانينجيال ماسلز، في عندنا انتستين وبرانكيما وربديت سيلز. إذا أهم ما بيميزنا هاي، في عندنا خيارات كثير وليبل كثير، أهم إشي الرابديتس اللي بتفرز الميوكس لهاي الحيوانات، إضافة للبارينكس الموجود هون، طبعا نيرف كورد، سيليا. في عندنا عضلات نوعين، سيركولر، في عندنا لونجتيدينال، سيركولر لونجتيدينال. السيركولر اللي هي الدائرية واللونجتيدينال طولية. هذا الحيوان يجب أن يحتوي على نوعين من هاي العضلات. لو جينا شفنا الأورجانز الموجودين بالبلاتي هلمنثس، رح نلاقي في عندنا digestive system. Some of the flatworm possess digestive system with a mouth, pharynx and branching intestine from which the nutrients are absorbed. بمعنى انه الدايجستيف سيستم هذول بيحتووا بعض انواع اللي هي البلاتي هلمنثس بوسس دايجستيف سيستم، وفيه الماوث وفارينكس وبرانشينج تيشو ونيوتريانس ار ابزوربس. هذا النوع من هاي الحيوانات بيحتوي على منطقه الماوث، وفي عنده فارينكس زون، وعنده الجات اللي قلنا عنه هذا برانشت. لكن اللي بيميز هذا الحيوان انه هالانتستين او الامعاء هاي ما بيكون فيها شيء اسمه برانشت اللي حكينا عنه اللي هو متفرع وفيه بلايند سيستم. شو بنقول لما نقول بلايند سيستم؟ بلايند سيستم المقصود فيه انه الاوعيه بتكون مغلقه بنهاياتها، some of the flatworms possess digestive system. اذا الجهاز الهضمي لهاي الكائنات الحيه بتمثل بالفم، ويتمثل بالعوم، ويتمثل بالامعاء، بس الامعاء بنهايتها مغلقه، مش زي الانسان الامعاء بتنتهي بالامعاء الغليظه وبعد هيك بتروح لعند اللي هو القولون، وبعد القولون بتروح لعند اللي هي الانس. هذا في عندنا شيء اسمه بلايند سيستم. طب البلاتي هلمنثس كيف تعمل اوزموريجوليشن؟ شو هو الاوزموريجوليشن؟ الاوزموريجوليشن هو عباره عن عمليه تنظيم. فالإكسكريتوري سيستم اللي هو الجهاز الإخراجي بتكون من فليم سيلز أو بسموها بروتون فريديا. يعني عملية اللي هو إخراج هذا الحيوان بتمثل بوجود البروتون فريديا، وهذا البروتون فريديا هو زي الجهاز الإخراجي، تشبه الكلية عند الإنسان. إكسكريتوري سيستم. When cilia beat, they move water into tubules and out of the body through pores called nephridiopores. Nephridiopores مقصود فيها الوحدة الإخراجية أو الفتحة الإخراجية. طيب خلينا نشوف هنا هاي الوحدة الإخراجية كيف بتتم عملية تنظيم الماء. في عندنا اللي هي هاي اللي هي flame cells. Flame cells اللي هن الخلايا اللي بتكون داخل الوحدة الإخراجية. لاحظ عندنا بروتونفريديا the flame bulb system، بمعنى انه فليم زي الشمعة، زي لهب الشمعة. نفريديوبور هاي اللي هي الفتحة الإخراجية. إذا الجهاز الإخراجي عند الديدان المفلطحة والمسطحة اللي هو اسمه الفليم سيلز أو بروتونفريديا. بروتونفريديا في جواته أهداب تعمل بيت. شو بيت؟ يعني بتظلها تحرك بالماء الموجود into tubules and out through the pores حتى تطلعوا خارج النفريديو بورس.
شفنا البروتو بروتون الفريديون عفوا إذن البروتون فريديا هي عبارة عن فتحة إخراجية، كنت بدي أوريكم بس أشوف إلها صورة أكبر من هيك. أنتوا علمية أو إذا بترجعوا للنت راح تلاقوا صور لهاي اللي هي الأعضاء الخاصة بهاي الكائنات الحية، صور جميلة جدا بإمكانك تستعين فيها. بس أنا هون ما بقدر أدخلها من ضمن المحاضرة لأنه أحيانا بيعطينا كوبي رايت، خاصة لما يكون اللي هو اليوتيوب، لما بستعين بفيديو عن اليوتيوب بعد فترة بيمنعوا عن المحاضرة، لذلك المحاضرة الليكتشر 7 لاحظت شو صار فيها. طيب هذا الكبير هون، هاي الصورة المكبرة، لاحظ عندنا اللي كنت بدي اوريكم اياها اللي هي هاي فليم سيلز، وحدة اخراجية. هاي الوحدة الاخراجية اللي هي على طول الحيوان، اذا بتتم عملية اللي هي الإخراج بالديدان المفلطة حتى البلارية بواسطة الفليم سيلز. هون لاحظوا في ميل ريبرودكتيف سيستم، هون الميل ريبرودكتيف سيستم. شوفوا لما يكون الحيوان بيحتوي على أعضاء جنسية ذكرية وأعضاء جنسية أنثوية بنفس الحيوان بنسميه هيرمافرودايت. هيرمافرودايت كنثى، بمعنى إنه لما يكون الفيميل والميل بنفس الحيوان بصير عملية اللي هي الإخصاب داخلي لهذا الحيوان. شوف الماوث وين بيجي؟ كنت تتوقع يجي الماوث هون، لكن هون الماوث صار اجى في المنطقة الوسطية السفلية للحيوان، وفيه الماوث والفارينكس طبعا اضافة للانتستين. لاحظوا الانتستين كيف برانشت، بس قلنا لكم ماله بلانت. شوفوا كيف بلانت، شايفين بلانت يعني اعمى، اللي هي الانبوب ما بيكون متفتح للاخير، فهذا كلياته بسموه لامعة. البارينكس الماوث، الريبرودكتيف بور هون بتتم عملية اللي هي الإخصاب، لكن اللي هو الميل والريبرودكتيف سيستم والفيميل والريبرودكتيف سيستم مختصين في بعضهم. الاكسكريتوري سيستم اللي حكيت لكم عنه اللي هو هيو، هاي الوحدة الإخراجية زي تشبه الكلية عند الإنسان فيها البورس. هذا البرين إضافة للآي سبوتس والنيرف كورد. إذا هذا ملخص الأعضاء الموجودة، يعني هاي الصورة بتلخص لنا كل الأعضاء الموجودة في الحيوانات المختلفة للبلاتي هلمنتس. كمان هاي الحيوانات تحتوي على الماسكولار سيستم، الجهاز العضلي below the epidermis are layers of circular and longitudinal muscles fibers. طبعا الفائدة من العضلات الطولية والعضلات العرضية الدائرية والطولية اللي هو longitudinal and circular longitudinal muscles، وظيفتهم عملية اللي هي الحركة. Nervous system include anterior cerebral ganglia, longitudinal nerve cord and some lateral nerves. Most free living planaria and parasitic larval forms possess variety of sensory organs. شو هم السنسوري اورجانز اللي قلت لكم ممكن يحتويهن هذا الحيوان برأس الحيوان؟ اللي هو راح يحتوي على الاي سبوتس ستاتوسيست اند ريو ريسبتورز، اللي هن المستقبلات الخاصة ب اللي هي المتغيرات التي تحيط بالحيوان، إضافة ل اللي هي الشيء الخاص بالرؤية أو الفوتوريسبتورز. إذا النيرفيوس سيستم بيمتاز بأنه في عندنا حبلين عصبيات طوال، وفي عندنا عيون أو اللي هي سبوتس، وإضافة لأنه في عندنا جانجليا سيريبرال جانجليا أنتيريور سيريبرال جانجليا، هذه الجانجليا هاي ليست عيون وإنما عقد عصبية. إذن هذه الأعضاء المختلفة الموجودة في هذا الحيوان، من جهاز عضلي، الجهاز العضلي يتكون من عضلات دارية وعضلات طولية تستخدم للوكوميشن، والنيرفيوس سيستم يستخدم من أنتيريور سيربرال جانجليا واللونجتيودينال نيرف كورد، هذا اللونجتيودينال نيرف كورد، شايفين؟ هذا الريبرودكتيف سيستم مثل ما حكيت لكم قبل شوية، الريبرودكتيف سيستم لهذا الكائن الحي ممتاز بأنه they capable of some form of asexual reproduction، يعني ممكن انه يتكاثر بطريقة لا جنسية بدون ما يكون في عنده gametes، اللي هي عن طريق ايش؟ انفصاله من الوسط. اذا انفصل من الوسط وكل جزء راح لجهة معينة ممكن يعمل growing and regeneration ويصير في عندنا تكاثر.
أو مثل ما حكينا قبل شوي طريقة التكاثر اللي هي الهيرمافروديتيك. هيرمافروديتيك هيرمافروديتيك يعني إنه نفس الحيوان بتبادل الجاميتات الذكرية والأنثوية. إذا التكاثر بهذا الحيوان نوعين، إما asexual reproduction عن طريق الانشطار، أو sexual reproduction عن طريق اللي هي التزاوج ما بين أعضاء الجنسية والذكرية والأنثوية داخل هذا الحيوان. إذا هذا كل ما يتعلق بالجزء الأول من اللي هي المقدمة الخاصة بالبلاتي هلمنثس. المرة القادمة إن شاء الله راح نحكي عن بلاتي هلمنثس تاكسونومي. لهون نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.